إن الدين عند الله الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة كيف يستغل المسلم الوقت في شهر رمضان؟ جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فينبغي على الصائم أن يحرص على أن يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى في صيامه بأن يكثر فيه من ذكر الله جل وعلا، وأعظم ما يكون من ذلك المحافظة على الصلوات في أوقاتها في بيوت الله مبكرا ومعتنا بالأذكار التي بعد الصلاة، ومعتنيا بالنوافل، وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده. فأعظم ما ينبغي أن يعتني به الصائم الصلوات الخمس في أوقاتها في بيوت الله سبحانه وتعالى، ويعتني بشغل أوقاته وقت الصيام بالذكر وتلاوة القرآن والدعاء وأعمال الخير، وأيضا يعتني بحفظ صيامه كما مر معنا من الأمور التي تنقص الصيام وربما تذهب أجره، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وفي الحديث الذي قبله: فإذا كان يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فيحرص على أن يحفظ صيامه، ومن أنفع ما يكون في هذا للصائم أن يرتب وقته ويلتزم مع نفسه بما يرتبه من وقت لنفسه، فيرتب وقته من كذا إلى كذا قرآن، من كذا كذا إلى كذا مثلا في مدارسة العلم، في الحفظ، في زيارة الأقارب، في الصدقات، في يرتب وقته ويضع لنفسه برامج جادة ويجتهد في الاتيان بذلك، ويستغل هذا الوقت المبارك الفاضل. وجماع ذلك كله في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.